مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. مطالب عدد كبير من المغاربة طلبوا منا نشوفوا القصة ديال ندى لتنور رأي العام أكثر في الموضوع. ندى 20 سنة، ندى تحملت ما لم تتحمله جبال، ندى تعرضت للاعتداء، الاعتداء الرسالة واضحة نتج عنه ابن، من بعد لازالت تقاوم في الدنيا، تعرفت على شخص آخر بسببه كما صرحت لينا غادي تغير الدنيا عندها ما هو أسوأ. نادى في الموضوع الأول مع الاعتداء اللي تعرضت ليه من شخص ونتج عنه ابن، لا زالت تقاوم الحياة وتبحث عن كيفية العيش في الدنيا شأن شأن أي مغربية، إلا أن اللقاء ديالها بشخص آخر كما صرحت لينا مشى لها الصحة. تبعوا معايا نادى، غتعاودي معايا القصة من الأول صافي؟ السلام عليكم. القصة ديالي أنا من الأول مع المشاكل ديال دارنا وديك الشي بفاش كان خرجني خويا، كنت كارية بوحدي خدامة على رأسي. لواحد النهار خرج من الخدمة مع الطلا، كنت خارجة مع 12 أما الوحدة هكايا خارجة من الخدمة. تما فاش كنت تعرض لها دخونا هذا وداني تعدى عليا، التعدو كان ماشي سهل، كان ديك ليلة أكفس ليلة في حياتي. تما فاش ولا عندي دري وهادي، أنا من ديك التعدو هذاك وأنا على الأور وهكاك، وبقيت كندور حتى شي واحد ما وقف معايا، حتى شي واحد ما داها فيا ولا والو. تكرفصت بزاف، وراها تلاقيت بواحد الشخص شافني هكايا بقيت فيه، قال لي صافي ما يمكنش واخا هادشي كامل، حيت عاودت له كل شيء، حيت قال لي غنتزوج بك. قلت له انا شنو 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 ما نقدرش نتزوج بك. قال لي ماشي مشكله انا قابل عليك. داني عند امه، ميتاني عند امه، بقينا اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا، وانا صدقت عرفت راسي حامله، وانا ما كنتش عارفه راسي انني حامله. شويه امه كتسولني، قال لي قولي ليها ولدي. انا ما كدبش عليك بالخلعه والخوف وهادي، قلت له ولد ولدك. وهي داك الشيء اللي تيقص، بقينا هكايا اليوم غنتزوج بك، غدا نتزوج بك. امو تهضر، العائله تهضر، وكل شيء يهضر، فوقاش هاد الزواج فوقاش هاد الزواج. ساعه ما كاين لا زواج لا حتى شي حاجه. خرجت يعني واحد لواحد النهار عرفت بانه عرف دريه كيهضر معاها، وسافر وطلع لطنجة وطلع لعندها وخلاني انايا والدري مع امو. وتكرفست بزاف وطلبته وبزاف د الحاجات، قلت له انا نتكلف كل شيء غير هبط وندير هاد الكاغيط هذا، والو ما بغاش تقلب عليا. تما صافي فاش طجيت شديت الطريق جيت باش تعرفت على هاد السيد اللي انا معاه دابايا. تما فاش تعرفت على هاد السيد اللي انا معاه دابايا، مي تعرفت عليه وهذه الخير اللي لقيتو فيها الصراحه ما لقيتو في حتى شي واحد. كان ولدي متلج بالبرد، ما واكلش، غادي في التران ما عارفينش فين غادين، غير شدي التران وصافي. وكان شدني المخزن في التران بانني مخلصاش، ما عارف حيت ما عارفاش راسي فين غاده، كتخلص حد حد زايله. ناضت هي دبزت معاه وحطت لاكارت ديالها على قبلي، بقى يلاه ما كتعرفنيش، يلاه تلاقيني انا وياها، وجابتني معها لدارها وغطاتني ونعساتني وكلتني، وبقيت معها مودة. موراها رجع عيط لي ورجع لعب لي على عقلي، صدقت انا سمحت فهاد السيدة، مديت لا حوايج لا حتى شي حاجة. مشيت هزيت ولدي ومشيت، ما عاودت تلاقيت معاه، قلت له كرين كنت كريت، عيطت له قلت له فين هما هاد الزواج عاوتاني، فين هما هاد الكواغط وهادي، بلاتي اليوم غدا اليوم خصني قدا وقدا باش ندير هادي. عطيته قدا وقدا باش ندير هادي، عطيته
صدقت شفت السيد كدي مني غير الفلوس، ما كاين لا زواج لا حتى شي حاجه، تبقاو بقاو حتى هما سببي دابا في هذا المرض هذا، هما سببي في الطيحه هذه اللي انا طحت. انا ما كنتش هكا، انا كنت بصحتي انا كنت بصحتي، كنت في كل شيء، كنت هزة ولدي، تخيل ولدي قرا جاي يقفل العام، ما زيتش ولدي في يدي، ما زيتوش بين حضني، غير كل العام ما هو واقف بلاصتو، كنت برجلي، كنت كنخدم، كنت الشوق ديالي، كنت نشيطة، نخدم حركية بزاف الحاجات اللي يوقف عليا يلقاني، كنت حنينة مع كل شي، مزيانة مع كل شي، وهو كان ديما كان تيق بي وخا رغم الكذوب ديالو هادي، حيت ما كدبش عليك كنت بغيتو. كنت بغيتو الصراحة، حيت علاش؟ حيت في المرحلة الأول كان قدمني واحد الحنان اللي حرموني منو عائلتي، وثقت فيه، خلاني ثقت فيه واحد الثقة ما نقولش ليك، واحد الثقة غارقة، وراه برد الدقة اللي عطاها لي ما عطاتها ليش عائلتي، يعني جرحني بزاف، ولكن بقى فيا انه ما وخا صحتي مشات ما رحمنيش، وخا صحتي مشات بديت كنزيد موليطات ما رحمنيش، وما بقاش في هذاك الدري الصغير اللي قال لي وعدني بانه يعطيه الكنية، ولدي باقي بالكنية لدابا، ولدي باقي مجهول لدابا، ما كنتمش هذاك، ما نسمحش ليه، ما نسمحش لي حياتي كاملة. دادا انا غادي نساعدك في الاسئله وانت ساعديني باش الناس تفهم معنا. انا حاس بيك وعارف الوضع ديالك، والمغاربه تاهم حاسين بيك عارفين. سؤال جواب باش تساعديني، واخا؟ الله يستر عليك. الاولاني داكشي اللي دار لك وتكرفص عليك، والعلاقه معاه يعني ماشي علاقه، مادام هو تكرفص عليك نتج عن هادشي اللي دار نتج عليه حمل، ياك؟ مشى للحبس ولا لا؟ مشيت الحبس حتى ما كان عارفوش، ف انت ما ديكلاريتيش، ما درتيش القانون. ما قدرتش نديكلار حيت ما قدرش عليه، حيت انا ما حدش هضر موقف معايا، بقى كيبحث وما ناس لاباس اليوم بزاف. انت علاش ما قلتيش هادشي لوالدي؟ انا والدي مشيت لعندهم، مشيت لعندهم ما رفضوني، باقي كاع موقع ليا كاع المشكل، اصلا هما سبابي خيري خرجني من الدار، خير الراجل ديال الدار هو اللي خرجني، ولدي يعني مقرايتي كانوا حابسني في الدار منو عليا كاع. واش كيقول باك امك؟ مامي كتقول لك انا ما عندهاش، انا عمرني كنت بنتها، با ما كيجاوبنيش كاع. هاد التاني اللي هو بين لك الدنيا فما هو اجمل وتخلى عليك، قلتي لي راه دار شي حاجه ومشى للحبس وتيعيط لك دابا، قال لك سمحي لي بزاف. انا ما عرفتش المشكل اللي دارو مشى للحبس، حيت انا بيت كنت باغا نديكلاري بيه الصراحه، ولكن السبب اللي دخلو الحبس انا ما عارفاش، بان صونالي البارح كيقول لي نطلب منك سماحه انا في الحبس، كبقيتي شويه هادي، قلت له بخير خير بالفطر ديالك، صحتي مشات، وليت كنزيد في الكروسه اللي ما دفعونيش ما نمشيش، قلت له بخير صحتي، ما قدرتش نكمل مع الهضره، دوزتو السيده، قلت له السماحه ديالك فاش تنفعني، شنو هترجعلي؟ واحد الحاجة أخرى قلتيها لي، قلتي لي هو والصديقة ديالو هما سبابي، أنت واثقة؟ تقدري ما تعطينيش، ما بغيتيش تعطيني بالتدقيق، ولكن تعطيني الجواب. هو والصديقة ديالو سبابك، صحيح؟ قلتي شي حاجة؟
شوف نقدر نقول لك داروا لي كل شيء، يعني مي كان كيجي لعندي كل تاني باش نمشي نطيب لك كانت كتجي معاه، كانوا فلوس كديهم هما. السكري تتخيل، واخا مشيت هاد المرة عاوتاني على المرض باقي عاقل عليا لدابا، باقي عاقل على ديك اللقطة لدابا. كيقول لي بنتي نشهد لك، اقسم بالله كيقول لي نشهد لك، وهاد الكاميرا جداتو نهار لي تخرج عندي تا السبيطار وطمع فيا. فاش انا جمع فلوس باش نستر انا ووالدي باش نخرج من السبيطار نكري، تخيل ديك الجدريات طمع فيها وداها لي. دابا كاين شي جمعية اللي تقدر تساعدك؟ كاين شي ناس اللي يقدروا يساعدوك ولا والو؟ كدبش علي، انا شي ناس وقفوا معايا الله يرحم ليهم الوالدين، ودرت شحال من حاجة في السبيطارات وبقالي شحال من حاجة. بالنسبة للجمعيات بزاف وعدوني وصوناولي، ولكن ما كان شفت حتى شي حاجة من عندهم. ما كدبش عليك، طالبت انني ما بغاك الروسة ما عجبوهاش ليا. تخيل جات مرة من برا مسكينة وطاتني وهذا ولاخرت لك الروسة. انا طالبت عاوتاني باش كيقولوا ليها على حسب الناموسية ميديكال هادو الجمعية، طلبت منه بزاف الحاجات ما شفت منه حتى شي حاجة. السؤال الأخير اللي عندي معاك جاوبيني ديريكت، يعني مباشر، السؤال كل جواب ديالو مباشر. باش كتعيشي انت؟ ما عندكش، قولي ما عنديش صراحة. واش كتعيشي هذا الولد؟ مكتبش هذيك، انا راه ما عنديش. السيدة كرسات من الخدمة حيت مقابلاني، الا صيفطوا لي الناس راه ناكلو ونصرفو هادي، ما صيفطوش كنبقاو ولا قد الحال. الله يجيب لك الشفاء يا ربي، تنطلب الله سبحانه وتعالى يفرج عليك يا ربي. تفضلي. انا طلب واحد حيت هو قال لي راه نخرج من الحبس نجي لهنايا، هو عارف البلاصه انا مزوقه ما بغاش نبقى هنايا، يوقفوا معايا غير نحيدوا من هاد البلاصه هادي، من الدار هادي والرحال، حيت راني خايفه على راسي وخايفه على ولدي وخايفه على العائله، وما بغاش نضر هاد الناس حيت شفت منهم غير الخير. الله يشوف من حالك يا ربي. هادشي اللي غادي نقول لك مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا القصه ديال ندى، غادي نناقشوها بشكل مختصر. ندى ضحيه وضع، ما دايره اللي بيدي لها برجليها، تعرضت لاعتداء شنيع، الامور واضحه، نتج عنده ابن، لا زال طمع المشروع عنده في الدنيا انه يكون الرفيق ديالها اللي يقدر يكافح معاها في المستقبل، إلا أن هذا الشخص له رأي آخر كان هو السبب حتى وصلت في الصحة ديالها لهذا الوضع حسب التصريح ديالها. مشاهدينا الكرام، السؤال المطروح في الموضوع هو دور الوالدين، اللي هذا الموضوع بالنسبة لهم كيتعتبر من الطابوهات، هي ما كانتش متعمدة هي هادشي اللي وقع عليها، ولكن الوالدين ما رحموهاش. المآل ديالها في الأخير أنه في مدينة أخرى، وهذه السيدة اللي شدها في ظرفية مؤقتة. مشاهدينا الكرام، ندى من بعد المشكل الأول والثاني لا زالت تقاوم وتبحث عن العمل وتريد الإسعاد ديال ذاك الإبن لولدها. ونعلم جيدا العلاقة ديال الأم بالإبن ديالها كيفاش كتكون، تضحي بالغالي والنفيس من أجل ذاك الوليد، إلا أن الشخص الثاني له رأي آخر حسب التصريح ديالها، غادي تغير بنسبة مئوية كبيرة من الوضع الصحي ديالها لهذا الوضع اللي نتوما كتشوفوا. كنطلبوا الله عز وجل وجود الجمعيات المجتمع المدني الاهتمام بهذ الأخت وفق المستطاع، وكذلك النداء المغاربة. أنا غادي نوضع رقم الهاتف ديال نادا، والله عز وجل هو اللي كيخلص المحسنين. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.